مسيرة منظمة من قبل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفي الحقيقة كل القوى المناضلة اللي كاينة في البلاد يعني مستاءة من الأوضاع اللي آلت لها بلادنا. هاد التأزم ديال الأوضاع، هاد غلاء المعيشة، هاد التدهور المستمر ديال القدرة الشرائية، المغاربة ما بقاوش قادرين. ولكن في نفس الآن كاين واحد شبه حوار اجتماعي اللي ما كتطبق منه حتى شي حاجة، فيه تمويه، فيه يعني ربح الوقت، في الوقت اللي كنلقاو الدولة غادية بواحد السرعة اللي هي كبيرة في الفتح ديال البلاد، في الخصوصة ديال القطاعات المهمة من صحة، من تعليم، من كهرباء، من ماء. وحنا كنتسائلوا فين غادي هذا الشيء، وحنا كنشوفوا الفساد غادي مستمر، وانه كاين هناك الزواج ديال السلطه وديال المال. الناس استغنات في الوقت اللي المغاربه تفقروا، في الوقت اللي الطبقه المتوسطه اختفت، في الوقت اللي العمال ما عمرهم ما كلاو العصا والدق بحال هذا الوقت هذا، في الوقت اللي الموظفين لقوا الاجور ديالهم مجمده من هذه 40 سنه ولاو حتى هما ضمن الفقراء. اذا حنا كنتسائلوا اليوم هذه الدوله المغربيه اللي يعني غادية بينا لهذه المنحة حتى لين، وكيفاش أنها تسد ودنيها وعينيها على الأوضاع المتردية ديال 90% ديال المغاربة. راه الفوارق الاجتماعية اتسعت، راه التقارير ديال المندوبية السامية للتخطيط كتكلم على توسيع دائرة الفقر واتساع الفوارق الاجتماعية، راه التقارير ديال مجلس أعلى الحسابات كيتكلم على الفساد. الناس فاسدين في المجالس المحلية، في الجهات، في الوزارات، في كل مكان، في البرلمان. فين غاديين حنا بهذه المؤسسات الفاسدة؟ وشكون اللي غادي يخدم المصلحة العليا ديال هذه البلاد؟ ولا حنا أمام واحد يعني مجموعة مفترسة كتخمم غير فراسها ونسات هذا الشعب اللي هو اللي ناضل باش نخرجوا فرنسا اللي هي داخلة لينا بصباتكم بأشكال أخرى، ودول أخرى هي داخلة فينا اليوم تتنهب الماء ديالنا، الخيرات ديالنا، وكتبغي تستعملنا حنايا كبشر غير بحال عبيد. إذا حنا أمام الغطرسة ديال استعمار جديد، ولكن أمام دولة اللي هي غادية فاشلة وضعيفة ولا تدافع عن هذا الشعب. ولهذا خصنا نحييو هذه القوى المناضلة، وخا اليوم كنشوف الحصار ديال هذه المسيرة من كل جانب، واش حنا ولا المناضلين هما اللي كيخوفوا، ولا اننا خصنا نحاربوا كاملين الفساد، وخصنا نحاربوا الاستبداد، ونبني واحد الدوله ديمقراطيه اللي غادي تصون يعني البلاد ضد الاطماع. شحال من واحد دابا طامع فينا باش يستعمل المغرب غير كمحطه باش ينتقل لافريقيا. بالفعل المغرب موجود في 23 دوله افريقيه، الاخرين شافونا دخلنا بغاو يستعملونا، حنا غير نسخروا لهم في هذه افريقيا باش حنا نفتحوا مجال ديال التعاون جنوب جنوب، ونخلقوا امكانيه ديال شي ثروه، ونخلقوا امكانيه ديال شي تكوين لشبابنا، وشي افق راح مفتوح لهذا الشباب اللي كيركب في الباطيرات وكيتلح في البحر. كيفاش هذا الشيء يعقل؟ علاش؟ لان اوليغارشيا قليله، واحد المجموعه جامعه بين السلطه وجامعه بين المال، وتعتو فسادا، وتطبق فينا توصيات ديال صندوق النقد الدولي. هذا صندوق النقد الدولي اللي اليوم راه مطبق فينا يعني واحد السياسه ديال التقشف، وما تسميوهاش كذلك، هي سياسه ديال التقشف. عمر المغرب ما عاش اكثر من ديال 81، اكثر من ديال 84 وديال 90 وديال 91، وغادي للتسليع. كيقولوا للمغرب خاصك تسلع وخصك تصلح، هي بين قوسين الاصلاح بالنسبه لهم هما الخصاصه، ويبيعوا المؤسسات الكبيره ديال الدوله، وراهم غاديين اليوم مع الماء والضو كيف قلت لكم، وغادي النقل وغادي كل شيء. اذا يعني خواص من الداخل قلال ومن الخارج كثار، غادي هما يجيو يستحوذوا على الخيرات ديال البلاد. مسيره احتجاجيه من طبيعه الحال ضد الارتفاع الصاروخي للاسعار، والمطالبه من طبيعه الحال حمايه القدره الشرائيه، وبضروره اتخاذ اجراءات مستعجله للحد من هذا التدهور الكبير للقدره الشرائيه للاغلبيه الساحقه من الشعب المغربي، وخاصه مع قرب عيد الاضحى وتداعيات ذلك على العمال وعلى الشغيله المغربيه بكل فئاتها. هذه مسيره إذن استنكاريه واحتجاجيه لهذه الاوضاع التي مع الاسف لم تتدخل الحكومه ولم تتخذ الاجراءات الضروريه للحد من تفاقمها وللحد من تدهور الاوضاع المعيشيه. وبالتالي فنحن نستغرب اولا منع المسيره، وهي مسيره سلميه، مسيره دعت اليها الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل كجميع مثل ما كان يحصل دائما في مناسبه مماثله، وهدفها من طبيعه الحال فقط هو الاحتجاج على تفاقم الاوضاع والمطالبه باتخاذ اجراءات عاجله للحد من تدهور الاوضاع المعيشيه للشعب المغربي.